من الرياض ينضم إلينا الآن مراسلنا حمد المحمود. حمد، أهلا بك معنا. تحركات عدة على الصعيد السياسي في الرياض، دعنا نتابعها، خاصة بأن هناك زيارة مرتقبة حتى لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الرياض، وحتى على صعيد مخرجات الاجتماع التشاوري. نعم داليا، يعني بكل تأكيد هذه الزيارات وهذا الحراك السياسي والدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض، وإن كان في ملفات أخرى، ولكن الملف الرئيسي والأساسي الحاضر في هذه اللقاءات الثنائية واللقاءات التشاورية فيما بين وزراء الخارجية ومسؤولي الدول الذين قدموا المملكة العربية السعودية منذ ليلة البارحة وحتى هذا اليوم يستمر حضورهم وقدومهم إلى العاصمة السعودية الرياض. الملف الأول والرئيسي هو الحرب الدائرة في قطاع غزة ومآلات هذه الحرب، وأيضا ربما تقاطع المصالح لهذه الدول فيما يتم هناك في قطاع غزة. يوم البارحة كان هناك الاجتماع الثاني للجنة السداسية العربية التي تضم كل من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وكذلك فلسطين، بعد أن كان هناك اجتماع قبل شهر رمضان المبارك هنا في العاصمة السعودية الرياض لبحث هذه التطورات في قطاع غزة. بحث يوم أمس هذا الاجتماع على مستوى اللجنة الوزارية السداسية، واليوم يستكمل أيضا أو تستكمل هذه اللجنة اجتماعاتها. يوم أمس بعد أن اجتمع الوزراء الذين أكدوا على ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، إضافة إلى حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أيضا اللجنة السداسية عبرت عن دعمها الكامل لكافة الجهود الدولية التي تؤدي للاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يحقق تطلعات الحكومة الفلسطينية وشعبها إزاء هذه الأزمة المتصاعدة. اللجنة السداسية شددوا على أن هناك يعني وهو مطالبة بالاعتراف بحدود دولة فلسطين على ما تم في عام 67 وفقا للقرارات الدولية، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا رفضوا رفضا قاطعا لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأن أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية هي مرفوضة تماما. وربما هذا تعبير كافة الدول وليس فقط اللجنة الوزارية السداسية التي حذرت من استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي وصفوها باللاشرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي تقوض حل الدولتين بما في ذلك التوسع الاستيطاني وأيضا مصادرة الأراضي الفلسطينية والعمليات العسكرية المتصاعدة ضد الفلسطيني، وأن ذلك يؤدي إلى المزيد من التصادم فيما بين الجانبين. ربما داليا سيكون هناك بعد أن يتم الاجتماع فيما بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجية ونظيرهم بلينكين، لربما بحسب الأخبار المتداولة بأن يكون هناك اجتماع آخر في مساء يوم الغد يتحدث عن هذه التطورات، وربما تفضي هذه اللجنة التي طافت دول العالم خلال الفترة الماضية إلى بقية الدول وتبلغهم بما تم التوصل إليه. نعم داليا، شكرا لك مراسلنا حمد المحمود، كنت معنا من الرياض.